أن عمر يقول: أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولاحظ في الحياة ما يمكن تختار أنت المنزلة، أنت لا تضع نفسك في منزلة حتى يقال أنت الخير، ولا يقال نحن نحبك فتبحث عن حب الناس. منزلة الحب والإمامة في الدين أحبابي ما تؤخذ بشراء من قلوب الناس. تلاحظ بعض الناس يتصدق حتى يقال متصدق، يحسن الحديث حتى يقال كلامه عذب، لربما يتبسم حتى يقال ما أحسن خلقه، ومع ذلك يقال هذا والقلوب تمجه وبعض القلوب تلعنه. وتلاحظ بعض الناس ابتسامته لا تغادر شفتيه، لكن لا أحد يحب أن يجالسه ولا أن يآكله ولا أن يسافر معه. منزلة أن يحبك الناس هو إعلان رباني ملكي في السماء: إني أحب فلانا. هو الله إذا أحب نشر القبول.